يعني احنا بدأنا بخطوات وخطوات سريعة، ان احنا بدأنا يعني التواجد في المحافظات ده كان هدف لينا كلنا مهم جدا جدا الحقيقة، لان في كتير من المحافظات كانت محرومة من ان يكون فيها تفعيل للنشاط والثقافة اللي بتتم في القاهرة ومثلا في اسكندرية. فبدأنا الحقيقة بمحافظة الفيوم، لان طبعا كلنا بنعتز جدا بهذه المحافظة، وعشان كده ان احنا بدأنا النهاردة بعرض قوي جدا، عرض مسرحي رائع الحقيقة ناجح بشكل كبير. بدأنا بهذا العرض، ودلوقتي حاليا بنضع ان شاء الله خطه ان هتكون في اكتر، واتكلمت مع الست المحافظ باذن الله ان هتكون في عروض من دار الاوبرا، وهتكون في اكتر من تفعيل لنشاطات وزاره الثقافه المختلفه، وكمان مش بس المسرح الحقيقه، لكن ما يخص السينما ما اعتقدش ان القصر هنا مجهز لعرض السينما يعني، لكن ان شاء الله هنشوف ازاي ممكن ان ده يكون موجود، واكيد هيبقى في تعاون بشكل اكبر بعد. اعتقد بعد العمر ده كله مش حتى معقول، بدون مش مبالغه معقول. يعني لا مفيش مبالغه، لازم الشغل يكون سليم.